لأن رحلة العطاء والنجاح تضرب بجذورها في 90 عاماً مضت، كان من المستحيل أن تبقى الشركة الشرقية إيسترن كومباني بمصانعها العملاقة أعلى نفق الهرم الضيق، وكان من الضروري الخروج إلى مجال أوسع وأرحب بعيداً عن الكثافة السكانية العالية التي حاصرت مواقع المصانع بالجيزة وقيدت حركتها. ولأن الحاجة كانت ضرورية لتوحيد إنتاج الأصناف المتنوعة في مكان واحد يضمن إحكام الرقابة للجودة الشاملة، كان الخروج إلى مدينة 6 أكتوبر حتى تتواصل مسيرة النجاح المشرف والمتميز ويتطور حجم الإنتاج بزيادة عدد المصانع والعمالة وتنوع المنتجات. وبدأ الحلم يلمس أرض الواقع في عام 2002 عندما تم وضع حجر الأساس لإنشاء مجمع صناعي متكامل يضم كل أنشطة الشركة الشرقية في محافظة 6 أكتوبر على مساحة 1.5 مليون متر مربع. والخروج إلى الساحة الكبيرة لم يكن وليد الصدفة، وإنما نتاج الرغبة في نقلة رفيعة المستوى في القرن 21 تتناسب وحجم أكبر شركة في الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي حصلت على حق تصنيع جميع أنواع السجائر الأجنبية ذات الشهرة العالمية. هي باختصار خطوة عملاقة لعاصمة صناعة التبغ في القارة السمراء التي تضم 24 مصنعاً في الجيزة والطلبية والإسكندرية ومنوف وطنطا وأبوتيك، ويعمل بها 14,000 عامل، ويصل حجم إنتاجها السنوي إلى 80 مليار سيجارة، وتبلغ مبيعاتها السنوية داخل وخارج مصر 9,252,000,000 جنيه، وتمول خزانة الدولة بحوالي 7,720,000,000 جنيه. إن الشركة التي حققت أرباحاً قيمتها 830 مليون جنيه في عام 2009 ووصل رأس مالها المرخص به 1.5 مليار جنيه ليس كثيراً عليها أن تخطو خطوة عملاقة من أجل المزيد من النجاحات، لتضع إدارة الشركة 9 أهداف لتحقيق الحلم. الهدف الأول: ضخامة الإنشاءات. لاستيعاب حجم إنتاج الشركة وحجم العمالة الضخم وتزايده المستمر وحجم الاستثمارات المستقبلية من خلال فتح أسواق جديدة خارج مصر، فقد أسس هذا الكيان على مساحة 356 فدان بطول 2500 متر وعرض 600 متر بحجم استثمارات 5.5 مليار جنيه، شارك في تشييده كبريات الشركات العالمية والمحلية. ويبدأ المجمع بالمنطقة الخضراء ثم مسجد كبير بدورين يتسع لأكثر من 3,000 مصل بمدخل المجمع. ثم المنطقة الجمركية بأربع مخازن عملاقة بسعة تخزينية تصل إلى 36,000 طن، تليها منطقة مصانع تحضير وتجهيز التبغ مجهزة بمحطة غلايات ومعالجة المياه، يليها منطقة مصانع التصنيع والتعبئة بجناحيها الشرقي والغربي تضم 6 مصانع للمنتجات المحلية ومبنى إداري، ثم مخزن للمنتجات تامة الصنع ومخزن لمستلزمات الإنتاج. تليها منطقة تصنيع المنتجات الأجنبية بمبنى شرقي وغربي. وفي الجانب الشرقي تقع محطة توليد الطاقة المزدوجة كوجينيريشن، والتي تعتبر من أحدث التكنولوجيات العالمية لما توفره من طاقة بجانب تكييف المصانع. كما توجد محطة معالجة مياه الصرف الصناعي ومحرقة المخلفات الصناعية مزدوجة الفائدة لحرق المخلفات وحماية البيئة من التلوث، ولتوليد طاقة لتكييف المطبعة بمخزن المستلزمات، هذا بجانب منطقة تدوير المخلفات. وفي الجانب الغربي يوجد مجمع الورش ومجمع خدمة وسائل النقل والمناولة. الهدف الثاني: استخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا والتصنيع بالاستعانة بأكبر بيوت الخبرة في العالم
حيث يتم استلام التبغ الخام من عربات النقل بالمنطقة الجمركية. ثم تخزينه آلياً بالمخازن، ثم تحويل الخام إلى منطقة التحضير بواسطة السيور الناقلة لتجهيز التبغ بإضافة النكهات وعمل التوليفات وفرمه. ثم تخزينه مجهزا للتصنيع في مخازن تتيح ظروفا ملائمة للحفاظ عليه، ثم نقله بالسيور إلى مصانع التعبئة، ويتم نقل التبغ المجهز إلى ماكينات التصنيع من خلال مواسير ليتم تعبئته. وهناك ماكينات أخرى تقوم بصناعة الفلتر آلياً، حتى يتم تعبئة المنتج في عبوات مطبوعة في مطابع الشركة وتغليفه ليخرج في شكله النهائي بعد كل هذه المراحل دون أي تدخل يدوي، وبأحدث أساليب التكنولوجيا والتصنيع لضمان أعلى عائد إنتاجي وبأقل فاقد في الخام وأقل تكلفة وأعلى جودة. الهدف الثالث: الجودة، من خلال اتباع أعلى المواصفات العالمية وانتقاء أفضل أنواع التبغ والتوليفات، واختبار جودة المنتج في معامل الشركة الحاصلة على شهادة الاعتماد من المكتب الوطني الموام إنلاب وشهادة الاعتماد يوكاس من هيئة الاعتماد بالمملكة المتحدة، وقد حصلت على العديد من الميداليات الذهبية في المسابقة العالمية التي يجريها المعهد الدولي لاختبار الجودة ليصبح لها الحق في إجراء اختبارات للغير وإصدار شهادات معترف بها داخلياً وخارجياً. وحصلت الشركة على شهادة الآيزو 9001 عام 1994 وحافظت عليها حتى 2010 لالتزامها بأعلى معايير الجودة، كما حافظت الشركة على تقييم AA للجدارة الائتمانية من شركة ميرس. الهدف الرابع: الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل العبء على الدولة ومساعدتها على تشجيع الاستثمارات بالمنطقة المحيطة بالشركة، حيث يضم المجمع محطة توليد الطاقة المزدوجة العملاقة والتي تعمل على توليد الطاقة الكهربائية زائد توليد طاقة تبريد، والمحطة تضم 4 مولدات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي، ينتج كل مولد 5.750 ميجا وات، لتنتج المولدات الأربعة 23 ميجا وات، ويتصل بالمحطة 2 شيلر يعملان بالعادم المنبعث من المحطة ليقومان بتوليد طاقة تبريد تستخدم في تبريد مصانع المجمع. وقد قامت الشركة بمد خط أنابيب غاز طبيعي لمسافة 17 كيلومتر بتكلفة 16 مليون جنيه على نفقتها الخاصة، ولتقليل العبء على الدولة ولجذب استثمارات بالمنطقة. الهدف الخامس: الحفاظ على البيئة، من خلال العمل بنظام زيرو إيميشن، فقد تم إنشاء محرقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لحرق مخلفات الإنتاج ومعالجة العادم بالماء البارد ليكون ناتج الانبعاثات من المجمع زيرو. الهدف السادس: الاستغلال الأمثل للموارد وإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة، من خلال بناء منطقة خاصة بالمخلفات يتم تجميع المخلفات بها لفرزها وإعادة تدويرها مرة أخرى. ومنطقة الورش التي تضم ورش النجارة
التي تعمل على سد احتياجات المجمع من الأثاث المكتبي، وتقوم أيضا بإنتاج أثاث منزلي لبيعه بأسعار رمزية للعاملين. بجانب ورش الميكانيكا التي تقوم بصيانة وإنتاج قطع غيار للماكينات وإعادة إصلاح القطع المتهالكة لتنتج 1200 قطعة غيار شهرياً لتوفير تكاليف الصيانة الأجنبية واستيراد قطع غيار من الخارج. هذا بالإضافة إلى محطة معالجة مياه الصرف لإعادة استخدامها في ري المساحات الخضراء غير المثمرة بالمجمع. الهدف السابع: الاستثمار في الطاقة البشرية. فالشركة تحرص على تدريب العمال داخلياً وخارجياً على أحدث أساليب التكنولوجيا والتصنيع وتوفير مناخ العمل المناسب، من توفير خدمة النقل للعمال بواسطة أسطول الأوتوبيسات. وقد أثمرت جهود مجلس إدارة الشركة وبدعم من وزارتي الإسكان والنقل عن الموافقة على مد خط سكة حديد أمام المجمع للقطار المتجه للواحات بتكلفة 250 مليون جنيه لسهولة نقل العمال بالمجمع وخدمة باقي العمال بالمصانع المحيطة. وتحرص الشركة على توفير المزايا العينية المختلفة، منها التغذية والرعاية الطبية الفائقة للعاملين والمتقاعدين، والمصايف ورحلات الحج والعمرة، ورعاية أبناء العاملين رياضياً، وصندوق التكافل الاجتماعي. الهدف الثامن: تنمية الصادرات وفتح أسواق دولية. حيث تشارك إيسترن كامباني في العديد من المعارض الدولية لعرض منتجاتها ودراسة أذواق ورغبات العملاء وتصنيع منتجات الشركة ببلاد أخرى، والقيام بإنتاج سجائر أجنبية للغير وتوزيعها عالمياً، ليصل ناتج التصدير إلى 71 مليون جنيه سنوياً. الهدف التاسع: المسؤولية الاجتماعية. تقوم الشركة بالمساهمة لتطوير وتحسين الخدمة في كثير من المستشفيات، كمستشفى سرطان الأطفال ومستشفى مبارك وأم المصريين والعديد من الجمعيات الأهلية العاملة على خدمة المجتمع والمساهمة في كثير من المشروعات لتجميل وتطوير محافظة الجيزة، والشراكة والتعاون العلمي والفني مع كل من جامعة القاهرة وجامعة حلوان والمركز القومي للبحوث لوضع الحلول لأي معوقات في الإنتاج والتدريب الصيفي للطلبة في الجامعات والمدارس الفنية. الشركة الشرقية إيسترن كامباني أحد أنجح شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية. الشركة الشرقية إيسترن كامباني من الشركات الرائدة والاستراتيجية، ليس في ضمن أنشطة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فقط، ولكن على المستوى القومي بما تقدمه للمجتمع من إنتاج ومن أرباح، وبما تقدمه لخزينة الدولة من دعم تخطى 11 أو 12 مليار جنيه سنويا، وما تقوم به بعد ذلك في رعاية عامليها ورعاية المجتمع المحيط بها في مجال إحساسها القوي وإحساس القائمين عليها بمسؤوليتها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، سواء في هذا المجال دعم الكثير من الأنشطة الرياضية أو الأنشطة الصحية أو تقديم خدمات للمجتمع المحلي المحيط بها، حيث لم تتوانى الشركة في يوم من الأيام عن تقديم يد المعونة لكل هيئات المجتمع المدني التي تريد دعما. سياسة الشركة هي عدم رغبتها في زيادة عدد المدخنين، ولكن احنا بنقوم بدور وهو توفير طلب موجود في السوق. بنرغب ان يكون هذا الطلب
مصنع بأيدي مصرية بجودة مصرية على مستوى عالمي. كل ده بيترتب إلى أن الشركة منذ سنة 1994 وبفكر من المهندس طيب الذكر المهندس محمد صادق رجب رئيس الشركة السابق، وجد أن الأماكن التي أو الأماكن المتاحة بها الشركة حاليا الموجودة حاليا أماكن كلها محاطة بجميع جوانبها بكتل سكانية كثيفة وداخل كتل مزدحمة. فكان رأيه وقراره الصائب في هذا الوقت هو محاولة الانتقال وبناء صرح اقتصادي على أحدث خطوط ومستويات التكنولوجيا المتقدمة في مدينة صناعية جديدة في صحراء مصر، وكان أقرب منطقة لسكنة وأماكن إقامة العاملين هي مدينة 6 أكتوبر. على المستوى الإنتاجي الشركة تحقق في مجال نشاطها تميزاً واضحاً، وتقوم في نفس الوقت بالتصنيع لحساب الغير من الشركات العالمية الأمريكية والبريطانية وبعض الشركات الأخرى في هذا المجال، ما يدل على تميزها في مجالها وتحكمها في عمليات الإنتاج والتزامها بمعايير الجودة العالمية. بأهني العاملين في الشركة الشرقية، لأن بثمار روح الفريق وروح الأسرة اللي أنا بعتبرها أنها مزروعة فيهم بينهم منذ أن ارتبط اسمهم باسم هذه الشركة، أني بقول لهم ألف مبروك، ودائما هذه الشركة في مستويات وفي درجات عالية وتكون من صفوة الشركات على المستوى ليس المحلي ولا الإقليمي لكن على المستوى العالمي. فرغم هذا النجاح الهائل الذي حققته الشركة الشرقية، إلا أن سر هذا النجاح يكمن في إيمان العاملين من قيادات وعمال وإداريين بالعمل كفريق واحد، يعملون ليل نهار بكل عزم وإرادة للوصول بالشركة إلى أعلى مراتب العالمية.